السلام عليكم، هلا والله شباب، حياكم الله مقطع جديد، حلقه جديده من ماستر ليج، واليوم عندنا الحلقه رقم 79. قبل ما ابتدي اطلب منكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات، خلينا نوصل بهذا المقطع اكثر من 3000 لايك. اما حلقتنا لليوم فاول مباراه ضد جيرونا سكيب، عندنا مباراه اليونايتد بدور مجموعات دوري ابطال اوروبا، مباراه ليغانس، وايضا راح نلعب ضد لاس بالماس، اعتقد هذه سكيب بالكاس ما احتاج العبها، حتى نلعب اولمبيك ليون ونلعب اتلتيك بلباو. الحلقه القادمه راح تكون كلاسيكو، بعد اربع جولات احنا بالمركز الثاني بالشراكه مع نادي اتلتيكو مدريد، فارق الاهداف فقط بيناتنا. كالعاده ننزل اللاعبين الاكثر جاهزيه، رونالدو وميسي راح يلعبون اساسيين يا شباب، بس راح نسوي المباراه سكيب، ايضا كانتي راح يشارك. اللي يسال ليش اللاعبين ما جاي يشاركون، انا اسوي سكيب وخليهم يشاركون. بيبرينا راح يشارك، بلكي يجي له عرض اريد ابيعه هو هاندانوفيتش، اثنيناتهم اريد ابيعهم، اتمنى نفوز، ما اريد الخساره. 3-1 جيد، فزنا، برشلونه يفوزون، واتلتيكو مدريد يخسرون، اخذنا الصداره، المركز الاول ان خمس مباريات خمس انتصارات داخل مرمانه، هدف واحد فقط. هسه مباراتنا ضد اليونايتد، اكيد اكثر لاعبين جاهزيه هم اللي راح يكونون اساسيين بهذا اللقاء. ميسي للاسف ما جاهز، فتشكيلتنا هذه للشوط الاول، كريستيانو مو ممكن ينزل بالشوط الثاني يا شباب، حسب احتياجي للاعب. فهي تشكيلتنا ان شاء الله للشوط الاول، تشكيله ممتازه قادره على تحقيق الانتصار بهذا اللقاء الكبير. نزول اللاعبين الى ارضيه الملعب بالسانتياغو برنابيو على ملعبنا وامام جمهورنا، وان شاء الله نفوز. المباراه الاولى اعتقد فزنا يا شباب، اتذكر فزنا، بالفعل فزنا، ما خسرنا لحد الان ولا تعثرنا باي مباراه. صدق يا شباب، هذه المباراه ضد فريقي السابق ضد مانشستر يونايتد، الفريق اللي كنت ادربه. لا لا لا، المباراه رهيبه، المباراة إلها يعني شأنها الكبير بالنسبة إلي يا حبيبي. بالنسبة يا شباب، اللاعبين أغلب اللاعبين موجودين اللي كنت أدربهم، جواو فيليكس، هواي لاعبين أنا جبتهم لليونايتد وبعدهم موجودين ومتطورين بشكل رهيب، بس إن شاء الله راح نفوز عليهم اليوم. روبينيو انطلاقة سريعة سريعة سريعة، يا سلام عليك، مرر مرر، لا 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 لا، شنو هذه؟ هذه شنو يا روبينيو؟ شنو هذه التمريرة؟ ترجع 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 ترجع، يا سلام، يلا مبابي، الهدف الأول، يا سلام، هو الهدف الأول. خطأ بالدفاع ومباشرة كينيا من مبابي، 1-0. في جوردي ألبا، يلا يا ألبا، هي العرضية، يا سلام، عثمان، هدف ثاني، لا 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 يا عثمان، يمرر إلى ديمبلي، ديمبلي إلى مبابي، هي هي هي، بعد جول بعد جول. ديخية ديخية بعده يلعب يا حبيبي، لا والله مو ديخية هذا يا شباب، ديخية احتياطي بس بعده موجود. عثمان، ديمبلي 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 ديمبلي، يا سلام، الله الله الله، عالية 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 يا ديمبلي. زلت كريم بنزيما بدل ديونغ، بنزيما اريده يشارك، اريده يتطور اكثر. هذه صعبة، هذه صعبة، يا سلام، لا 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 يا داني الفيش، لا شنو هذا الخطأ؟ لا يا حبيبي، ايش سويت انا؟ شوف الإعادة، يدبعد الكرة، راح داني الفيش عرقل بوجبا، بوجبا راح يسدد، كازياس ممكن يصده، وين راح يسدد يا بوجبا؟ وين يسدد يا بوجبا؟ يا سلام يا سلام يا كازياس، إي إي يا كازياس، حارس ممتاز، حارس يبشر بخير، شوف الإعادة، التصدي، يا سلام. يلا يا روبينيو، العب الى مبابي، مبابي مبابي، صوب كرة جول، مرت. مبابي راح اخليه يلعب على الطرف يا شباب، وننزل كريستيانو رونالدو، ايضا راح انزل مسعود اوزيل، نخليه يلعب بدل تشافي، تشافي جت تنتهي لياقته بسرعة، وهذه صعبة، هذه صعبة، هذه صعبة، دي الاخت تضغط، كازياس حصل، يا سلام كازياس، كازياس اليوم كان سبب بالفوز يا شباب بالتصدي لضربة جزاء. والله تقدر، تقدر يا رونالدو، تقدر، هذه بالشباك ان شاء الله. رونالدو، رونالدو يتقدم، رونالدو، عالية 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 عالية، المشكلة ما اعرف اصوب بكريستيانو رونالدو. صراحة يا شباب، فريق مانشستر يونايتد فريق منظم، فريق قوي، عندهم لاعبين كثير اقوياء، لوكا هرنانديز، بافارد، بوجبا، كيميتش، هواي هواي لاعبين اقوياء عندهم الصراحة. جواو فيليكس، نهاية المباراة 1-0 فوز صعب، مباراة الاياب راح تكون بالاولد ترافورد، مباراة صعبة جدا. امبابي افضل لاعب بالمباراة، وهي نتائج باقي المباريات، احنا بالصدارة، فارق 3 نقاط على اليونايتد. هسه مباراتنا ضد ليغانس، بوفور راح اعتمد عليه اساسي، اللاعبين الجاهزين اكيد راح يكونون اساسيين بهذا اللقاء، امبابي راح يلعب على الطرف، بالنسبه لميسي ممكن بالشوط الثاني، ايضا الدون، كانتي راح ينزل يا شباب بدل متويدي، خلي ننزله بدل متويدي، تياغو سيلفا ايضا راح يشارك بهذا اللقاء، نخليه يلعب بدل ميليتاو،
فتشكيلتنا اعتقد بهذا الشكل تكون تشكيلة اسطورية ان شاء الله، قادرة على الفوز بهذا اللقاء وتحقيق الثلاث نقاط على ليغانس وعلى ملعب ليغانس. سافرة البداية بداية هذا اللقاء يا حبيبي، ان شاء الله نقدم مباراة ممتازة والفوز بهذه المباراة. تشافي طبعا بس الشوط الاول يؤدي، الشوط الثاني تنتهي لياقته، لكن رهيب. لا 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 يا تشافي، حلوة لاعب ممتاز، لاعب جيد بس بعده صغير، ولياقته جاي تنتهي بصورة سريعة، لازم يطور روحه تشافي اكثر. يلا يا تشافي، يا سلام الى كانتي يلعب الى داني الفيش، الفيش ممكن على القائم البعيد، لا سهلة يا الفيش، مفروض تصويبات اقوى، هو لاعب صاحب قدم يمنى، صعب عليه التصويب بهذه الطريقة. تشافي يلعب الى كانتي، يا سلام يوفيتش الى تشافي، يلا يا تشافي الهدف الاول، لا 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 لا, لا. الحارس. دقيقة 27 بعد هي النتيجة مثل ما هي، 0-0. تشافي الضربة الركنية ملعوبة، ديونغ حطها، لا 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 يا ديونغ هذه جول. طبعا عرقلة وتدخل على كيليان مبابي، راح نزل ميسي على مود هذه الضربة الحرة. طلعت كانتي، نزلت الليو، لعبت وسط هجومي، يلا يا الليو هذه جول ان شاء الله، بس بتعبر جول اذا عبرت. اوه يا العارضة، لا 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 لا, لا يا ميسي، كرة تضرب العارضة ما وصلت، توصل لمبابي، يلعب إلى روبينيو، يا سلام إلى يوفيتش، إلى مبابي التصويب، والحارس. الدقيقة 55، خلاص لازم أنزل كريستيانو رونالدو. مبابي إلى يوفيتش، لا يا شباب ركزوا، باقي لي تبديل، عندي تبديل، لازم أسوي التغيير الأخير. يا ليو الله الله الله، لعب على الطرف، يا سلام إلى داني ألفيش، ممكن عرضية، الكرة العرضية عالية، رونالدو اضغط عليها، لا تنطي مجال يدون، الله 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 راحت. مبابي يوصل إلى رونالدو، أوف، والضربة حرة من اللي صوب على الجهة اليمين، لازم انطيها اللاعب، يا شباب يحطها بالشباك، انطيها الليو، انطيها رونالدو، وانطيت واحدة رونالدو، اوكي راح انطيها تشافي هذه يا شباب، هذه المرة تشافي خلي يخلصنا، خلي نفوز، اهم شي الفوز، جول، اهم شي الفوز يا شباب، المهم هو هدف الفوز عن طريق تشافي. 1-0 على ليغانس، هدف بالدقيقة الأخيرة، هدف مهم، وراح أسوي تغيير أيضا يا شباب، شوف الضربة الحرة لعبها بطريقة رهيبة تشافي، وهدف أول لريال مدريد. نزلت متويدي بدل تشافي، خلاص انتهت لياقته، وباقي دقيقتين أصلا من المباراة. لا يا شباب، لا 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 لا، هدف التعادل، شوف الإعادة، شوف الدفاع شلون يضرب الدفاع، لا يا دلخت شلون تنطلق بهالشكل، لا يا حبيبي ترك مكانه، والهدف هدف 1-0 للأسف، تعثر بهذه المباراة راح يكون خلاص، صافرة الحكم نهاية المباراة، تعثرنا يا شباب للأسف ضد ليغانس خارج ملعبنا لأول مرة بهذا الموسم، نتعادل، تشافي أفضل لاعب بالمباراة، وهي نتائج باقي المباريات، برشلونة يفوزون وهذا ترتيب الدوري، احنا نبقى بالصدارة، وأتلتيكو مدريد يبقون بالمركز الثاني، برشلونة يصعدون للمركز التاسع. هسه مباراتنا ضد لاس بالماس بالكأس، هذه المباراة سكيب، لاس بالماس يعتبر فريق متواضع، تدوير اللاعبين، احنا جايين نداور باللاعبين وماشيين بصورة صحيحة. موريتي مفروض أبيعه، أنا عندي قلوب دفاع كثار يا شباب، فلازم نبيع موريتي. هذه التشكيلة اللي راح ننزل بها ضد لاس بالماس، هذه المباراة راح نسوي لها سكيب، وإن شاء الله نفوز بها ونتأهل للدور القادم من الكأس. فزنا 4-0، أكيد أبو إبراهيم سجل. مباراتنا القادمة راح تكون ضد نادي إشبيلية، ضد إشبيلية مباراتنا، يعني من جهتنا أتلتيكو مدريد احتمال نواجه النصف نهائي، واحتمال النهائي يكون ضد برشلونة. هسه مباراة الأبطال ضد ليون، مؤتمر صحفي ما قبل الديربي، ضمك موريتي إلى الفريق أتى بثماره، العمل الجماعي هو سبب فوزنا، احنا دائما ما نمدح بلاعب معين فقط يا شباب، وعندنا لاعبين كثار افضل من موريتي. هذه المباراة راح يكون ميسي اساسي مع كريستيانو ايضا اساسي يا شباب، بسبب عدم جاهزية تشافي وايضا روبينيو. راح العب 3 رؤوس حربة يا شباب، نعتبرهم رؤوس حربة، 3 قلوب هجوم، امبابي وكريستيانو رونالدو يدخلون مع يوفيتش، خلفهم الليو ميسي، فبهذه الطريقة والله تشكيلة اسطورية، بس ان شاء الله تأتي بثمارها. مباشرة صافرة البداية بدوري أبطال أوروبا، يا مبابي مركزه الصراحة ما جاي يعجبني، لازم يكون رئيس حربه، والمشكلة عندي يوفيتش، عندي كريستيانو، عندي بنزيما، ما أعرف كيف تكون راح تكون التشكيلة يا شباب.
ميسي تصويبة توصل سهلة سهلة إلى كاسياس، كاسياس يلعب يا سلام توصل إلى دلخ، يلا ليو يوصل إلى رونالدو، رونالدو يتقدم، رونالدو اسعد مبابي، رونالدو 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 بابا بابا صاروخ، الهدف الأول 1-0 كريستيانو رونالدو، يا سلام على الدون، نتقدم بالنتيجة كريستيانو رونالدو، رونالدو يتقدم، يلا يا ليو يلا يا ليو اصعد اصعد، لا 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 ما صعد ما فتح لليو، المهم ضاعت الكرة. ديباي دائما يصير علينا هجمات مرتدة بهذا الشكل يا حبيبي، يا سلام يا سلام يا كاسياس، الله الله على التصدي، والله تصدي عملاق من العملاق كاسياس، لا لا يا ديونج، يلا توصل 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 يوفيتش، يلعب يلعب يلعب، لا لا فاول هذه يا حكم، فاول واضح. ديباي ايضا ديباي، لا هالمره ما. يا الله يا شباب، الدفاع الدفاع جاي يضرب كثير، رجعت كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي الى الاجنحه افضل يا شباب، خلاص نزلت عثمان ديمبلي بدل يوفيتش، مبابي تحول لرأس حربه، العبها 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 داني الفيش الى مبابي، توصل 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 توصل، يلا يدون يلا كريستيانو بالراس، جول الله، يا سلام سويناها باولمبيك ليون، والهدف الثاني لريال مدريد، شوف كيليان مبابي خادعهم، وتمريره حلوه للدون، رونالدو الكره بالشباك، متويدي متويدي يلعب الى مبابي، مبابي الى عثمان ديمبلي، ديمبلي يرجع الى مبابي، مبابي خلص 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 عليهم، قلت لكم قلب هجوم مبابي، مبابي اسطوري بقلب الهجوم، هذا مركزه وهذا لعبه يا حبيبي، 3-1 هذه صعبه هذه صعبه، سهله سهله بكاسياس، دربالك ديون دربالك، جول جول، مباراة قوية مباراة صعبة ضد أولمبيك ليون، هدف ثاني 3-2، ميسي يلعب إلى رونالدو 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 رونالدو، آه على رونالدو على تمريرة ميسي، يا سلام 4-2، يرجع الدون ويسجل، ولا أروع، ثنائي رهيب يا حبيبي رهيب، يا سلام يا سلام، والله هذا الثنائي أسطوري، ثلاثي ديمبلي ومبابي معاهم، يا الله يا شباب، طلعت رونالدو وطلعت أيضا مبابي، نزل كريم ونزل تشافي، ميسي تحول على الجهة اليمين، دائما نغير دائما نغير يا حبيبي، كريم بنزيما يحتاج تطوير، يلا يلا يا كريم، يوفيتش أداء متراجع هذا الموسم، ما جاء اعتمد عليه الصراحة بشكل كبير، أوه داني ألفيش يتعرض لإصابة وخلصت التغييرات، ليو ميسي حصلها ليو، يا سلام يا سلام، أخذها أخذها حطها حطها، جول جول جول، الله 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 يا الحارس، يا سلام يا ميسي، بس ميسي ما سجل يا حبيبي لحد الآن ولا سجل، إن شاء الله يسجل، عرضية عالية، خلص 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 خلص، جوردي ألبا حصلها يا ألبا، يا سلام، أوب أوب أوب، شنو هذا يا حكم، يلا يا ميسي 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 ميسي، المرور يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كورتك لا 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 لا، ميسي خلاص تعب تعب، لياقته انتهت اصلا، ترى 38 سنه لاعب جدا كبير يا شباب، 4-2 تنتهي المباراه، 3 نقاط اخذناها على ليون، الصراحه ليون فريقهم جيد، ممفيس ديباي ايضا ممتاز، بس ترى اللاعب ايضا كبير بالسن، اعتقد فوق 33 سنه عمره، رونالدو افضل لاعب سجل هاتريك، اليونايتد يتعادلون مع دينامو كييف، وهذا ترتيب المجموعه، احنا باقي لنا نقطه واحده فقط ونتاهل لدور 16 ان شاء الله، هسه مباراتنا ضد اتلتيك بالباو، المباراه الاخيره بحلقه اليوم، مبابي للاسف ما جاهز، راح ينزل يوفيتش اساسي، روبينيو وديمبلي خلفهم، اوكي داني الفيش انصاب واصابته تطول اسبوع كامل، كانتي كانتي ممكن يشارك بدل ديونج بهذا اللقاء، خلي يشارك كانتي ايضا، فهذه تشكيلتنا، التشكيله ان شاء الله قادره على تحقيق الانتصار على اتلتيك بالباو، نزل اللاعبين الى ارضيه الملعب بقياده عثمان ديمبلي، اللي يسال ليش عثمان ديمبلي، ترى عثمان ديمبلي عمره كبير يا شباب، الله 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 الله، بعده بعده كانتي كانتي الى تشافي 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 تشافي، التصويب يا سلام عليك يا سلام يا تشافي، متويدي ينطلق، يلا روح روح روح، روبينيو 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 روبينيو، التصويب، جول 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 جول، يا سلام على روبينيو الاسطوري، هدف اول 1-0 بالدقيقه 10، نتقدم بالنتيجه، هدف روبينيو الصراحه ممتاز، ضربه حره من هذه المسافه، افضل مسدد عندنا تشافي تشافي، ان شاء الله تحطها بالشباك يا تشافي تشافي تشافي، اوكي اوكي بهذا الشكل اعتقد تروح جول، يلا يا تشافي تشافي، وين وين، ليش ليش يا تشافي ليش يا تشافي، سلام الى يوفيتش يوفيتش يمرر الى تشافي تشافي، او فاول فاول فاول، ضربه حره يكسبها تشافي من مكان خطر جدا، وكارت اصفر، هذه اعتقد جول، هذه ان شاء الله جول، تشافي تشافي تشافي، اذا عدت جول 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 جول، يا والله اسطوري، هذه اعتقد خامس ضربه حره يسجلها هذا الموسم تشافي، يا سلام عليك رهيب،
رهيب 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 والله رهيب. شوف الإعادة والتصويبة الجميلة، الكرة بالشباك، 1-2-0. تغيير اتجاه اللعب، يا سلام إلى موريتي. موريتي يوصل إلى روبينيو، روبينيو يلعب إلى تشافي، تشافي تشافي ممكن إلى روبينيو، يا سلام عليك. الله 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 الله، صعبة صعبة، ثلاث لاعبين، يا الله ضغط صار قوي على روبينيو. هذه صعبة، هذه صعبة، الله الله الله، لا 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 لا، يا سلام يا سلام، كاسياس موريتي خلص. يلا يا متويدي تنتهي بسرعة، يلا يا عثمان ديمبلي، يا سلام يوفيتش، يوفيتش يلعب إلى روبينيو، روبينيو انطلاقة سريعة، سريع سريع سريع، جول 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 جول. أوه ضاعت ضاعت يا حبيبي ضاعت، لا يا روبينيو، 2-0 الشوط الأول. تشافي يوصل إلى متويدي، يا سلام يوفيتش، يوفيتش لا لا لا، جوردي ألبا، ميسي وكريستيانو رونالدو نزلوا إلى أرضية الملعب. يلا ليو، هجمة مرتدة سريعة، ميسي ميسي يتقدم، يا سلام يلعب إلى كريستيانو، حلوة إلى عثمان، ديمبلي ديمبلي حطها بالجول، حطها بالجول، الله الله ليو، لا تأخرت تأخرت بالتصويب، لا للأسف كان ممكن هدف أول لميسي، يا الله لحد الآن ما سجل ليو. خلاص نهاية المباراة 2-0 فوز لريال مدريد، تشافي أفضل لاعب بالمباراة، برشلونة يفوزون، وهذا ترتيب الدوري حاليا. نبقى احنا بالصدارة، فريقنا قوي جدا لحد الآن، داخل مرمانا فقط هدفين، أقوى دفاع مع خط دفاع نادي أتلتيكو مدريد. مؤتمر صحفي ما قبل مباراة الكلاسيكو، روبرتو كارلوس يفكر بالكلاسيكو، ما هي النتيجة التي تتوقعها في مباراة الديربي؟ أظن أنها ستكون مباراة صعبة. طبعا ما أدري ميسي هل خلي يشارك، ما أدري يا شباب هل يكون أساسي أو لا حسب جاهزية اللاعبين، أيضا كريستيانو رونالدو، بس على الأغلب راح يكونون متواجدين بالشوط الثاني إن شاء الله. جدول مبارياتنا للحلقة القادمة، عندنا كلاسيكو ملقا سكيب، عندنا أولمبيك ليون مباراة الإياب، ألفيش أوه ولبش مركز ثامن، وعندنا ديربي، يا الله يا شباب حلقة القادمة قوية جدا. هداف الدوري تشافي عنده 3، ميسي عنده 3، سجل ميسي اعتقد مسجل من كان يلعب مع برشلونه، لان عندنا ما سجل، والله ما ادري يا شباب هل سجل ميسي عندنا او لا، ميسي اعتقد مسجل مع برشلونه بالدوري عندنا لان ما سجل. المهم فمبابي غايب غايب، مبابي غايب بالدوري هذا الموسم، لازم نعطي وقت اكثر، ايضا يوفيتش. فالحلقة القادمة راح تكون فيها تغييرات، راح اعتمد بشكل اقل على كريستيانو وعلى ميسي. طبعا اللي هنا وصلت لكم نهاية الحلقة، ضغطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات، خلي نوصل بهذا المقطع اكثر من 3000 لايك، وان شاء الله موعدنا بحلقة قريبة باذن الله. وبس يا شباب في امان الله.